بسم الله الرحمن الرحيم كلمة وردت مرة واحدة في القرآن فقط هي الزهد، الزهد أيها الأحبة بكل مشتقاته لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن، تصوروا مع العلم أن القرآن فيه 114 سورة ذكر الزهد مرة واحدة فقط قبل ان اقول لكم اين ذكر الزهد في القران، من هو اكثر شخص زهد الناس به؟ انه سيدنا يوسف عليه السلام، لماذا؟ تصوروا ان ملكا لاعظم حضاره على وجه الارض في ذلك الزمن. قبل الاف السنين الحضاره المصريه القديمه كانت اعظم حضاره على وجه الارض. وكان اقوى رجل في العالم هو الذي يحكم هذه الحضاره. فكان سيدنا يوسف عليه السلام يتربى على عرش مصر، ولكن قبل ذلك كان في الجب والصبر وخرج الى الملك، عرش الملك. ما الذي فعله هذا النبي العظيم؟ انه كان من المخلصين. كان يخلص عبادته لله، يخلص عمله لله، لم يكن يكره احدا كان يحب الخير حتى لمن تامر على قتله، اخوته تامروا على قتله وعلى الرغم من ذلك اراد لهم الخير وقال لهم يغفر الله لكم، انظروا ايها الاحبه كم نحن بحاجه لشيء من هذه الاخلاق بيننا. أن نتعامل بالرحمة، أن نتعامل بالمودة، أن نتعامل بالتسامح، أن نتعامل بالمحبة، أن نريد الخير حتى لمن يسيء إلينا أو حتى من يتآمر علينا، أن نريد له الخير. لذلك هذا الملك العظيم سيدنا يوسف هل تعلمون أنه قد تم بيعه ذات يوم بسبعة دراهم؟ هل يصدق هذا؟ اكثر رجل زهد فيه الناس هو سيدنا يوسف، لذلك كلمه الزهد بكل مشتقاتها لم ترد الا مره واحده في سوره يوسف عندما قال تعالى بعد ان اخرجوه من الجب وجعلوه تجاره وباعوه لعزيز مصر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان الله والله هذه الدقة المذهلة في القرآن العظيم انظروا ايها الأحبه قبل ان اكمل لو كان القرآن من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان يضع هذه الكلمة في عشرات المواضع يقول للناس ازهدوا فلان كان زاهدا فلان كان كذا ولكن هي مره واحده لماذا ليقول لك انظر على الرغم من عظمه هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه السلام وعلى الرغم من انه اصبح ملكا لاعظم دوله في ذلك الوقت كل هذا وكان الناس زاهدون كان الناس زاهدين فيه وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدوده والدراهم المعدوده من الثلاثه الى العشره قيل سبعه دراهم فقط سبعه دراهم لا تشتري شيئا اشتروا او باعوا فيها بهذا المبلغ هذا النبي العظيم وكانوا فيه من الزاهدين هنا ملمح ايها الاحبه يجب ان ناخذ عبره منه هل يزهد فيك الناس هل تشعر انك ليس لك قيمه عند هؤلاء الناس اذا لتكن قيمتك عند الله كبيره جدا اصلح علاقتك مع الله توجه الى الله بقلب خالص باخلاص الاخلاص ايها الاحبه هو الذي جعل سيدنا يوسف يبلغ هذه المنزله الاخلاص فقط انه من عبادنا المخلصين هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى انه من عبادنا المخلصين لماذا موقع أحد المواقف التي مر بها أن إجتمعت له المرأة ذات المنصب والجمال وهيأت له كل الظروف وقالت هيئت لك قال معاذ الله من من الشباب اليوم في ريعان شبابه يهيئ له مثل هذا الأمر ثم يقول معاذ الله ثم يقول اني اخاف الله اين هذا الشاب موجود ولكن قليل هذا هو المخلص ايها الاحبه وقالت هئت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الكريم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لذلك هنا أيها الأحبة الملمح الثاني أن هذا القرآن ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام بشر. القرآن مضى على نزوله 1400 سنة لو أن أي إنسان يستطيع أن يدخل كلاما في هذا الكتاب أو يحذف كلاما مرت مرحلة تقريبا مراحل تخلف وظلام وجهل انتشرت فيها الصوفيه كثيرا والمتصوفون بفعل الظروف طبعا والمتصوفون يكثر في كتبهم الزهد عبارات الزهد طيب من الممكن لو احد فكر ان يحرف هذا القران ان يدخل كلمات كثيره حول الزهد ولكن هي كلمه واحده فقط وجذر لغوي واحد يعني نحن نتحدث هنا على مستوى الجذر اللغوي يعني القران لم ي... لم يذكر لا زهد ولا يزهد ولا زاهد هو هي كلمه واحده فقط وخاصه بسيدنا يوسف ليقول لك الله عز وجل اعلم هذا الملك العظيم الذي كان الناس زاهدين فيه وكانوا فيه من الزاهدين الله لم يتخلى عنه لماذا لانه كان مخلصا لله سبحانه وتعالى اذا ايها الانسان كن محسنا كن مخلصا كن من المخلصين كن من الصادقين مع الله وانظر كيف ان الله سيغنيك عن هؤلاء الناس انت لست بحاجه لاحد لان علاقتك مع هذا الاله الكريم لذلك اخوه يوسف ماذا قالوا له عندما جاءوا وقالوا تالله لقد اثرك الله علينا ماذا قال لهم قال انه احفظوا هذا الكلام رجاء ايها الاحبه انه من يتقي ويصبر اثنين شيئين انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحسنين وان يجعلنا من المخلصين وان نكون من الصادقين مع الله تبارك وتعالى حتى نبلغ منزله عاليه في الدنيا وفي الاخره يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.